جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى رسالتك يا أختنا في الله نونشين في حلقة قادمة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام رسائل ومواضيع أخرى. رسالة شيخ صالح من إحدى الأخوات تقول المرسلة أم محمد من وادي الدواسر. أم محمد تقول: مشكلتي بيني وبين زوجي، منذ أن تزوجته إلى الآن وأنا أبلغ 40 من عمري، وهو اسم زوج فقط، إذ أنه لا شخصية له، ويوجد له أخت كبيرة لا أولاد لها وهي التي ربت، ولكن بعد أن تزوج أصبحت هي التي تملكه وتؤثر عليه، فأصبحت لا آكل ولا أشرب إلا من تحت يدها، ولا ينام معي إلا برضاها، ولا يعزم المعازيم إلا عندها، فأنا مجرد خادمة فقط في البيت، لا يسأل عني إلا إذا أراد شيئا لنفسه، وأمرض أنا ولا يسأل عني، فكانت حياتي معه في عذاب. وبعدما كبرت أخته هذه وأصبحت عجوزا لا تتحكم في شيء، ذهب وتزوج بامرأة ثانية، وأصبح مائلا معها في المصروف وفي البيت وفي النوم وفي كل شيء، وأصبح لا يأتي إلى بيتي أنا وأولادي إلا نادرا، وأنا أخذت أنام مع أولادي لأني لم أجد رجلا أرتاح له، وجلسنا 3 شهور على هذه الحالة، وبعدها خرج منذ 6 سنوات مع زوجته الثانية، وأنا الآن أعيش مع أولادي 9. وسؤالي فضيلة الشيخ: هل علي إثم أم لا، بالرغم من أنني أرسلت إليه بأن يرجع إلى بيته ويعدل بيني وبين زوجته أو يطلقني، فلم يجبني على كلامي، هل علي فضيلة الشيخ إثم أم لا، وهل أعمالي وصلاتي تقبل بالرغم من أنه يقوم بمصروف أولاده، أما أنا فلا ينفق علي ولم يطلقني، وجهوني شيخ صالح جزاكم الله خيرا. إذا صح ما تقولين فإن هذا الرجل قد أخطأ خطأ كبيرا في تقصيره في حق زوجته ونفقتها طيلة هذه السنين، والله جل وعلا أمر الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال جل وعلا: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فلا يجوز إمساك المرأة في عصمة الرجل من غير أن يقوم بحقوقها التي أوجب الله لها عليه، لأنها أسيرة عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني محبوسات. فيجب على الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعطي زوجته حقها المشروع لها من النفقة والسكنة والكسوة والقسم المبيت، وأن لا يتركها كما وصفت السائلة مضيعة. وكونه ينفق على أولاده هذا شيء واجب عليه، لكن يجب عليه أيضا أن ينفق على زوجته، فهو مقصر في حق زوجته، ظالم لها بمنع نفقتها، وظالم لها بعدم معاشرته لها وهي في عصمته. الله جل وعلا يقول: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. كونه تزوج امرأة أخرى هذا شيء لا حرج عليه فيه، الله جل وعلا أباح تعدد الزوجات لكن بشرط العدل بينهن، قال تعالى: أنكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والمراد بالعدل هنا العدل في الأمور التي ذكرناها: النفقة، الكسوة، المسكن، المبيت، هذا هو العدل الذي أمر الله تعالى به. وأما إذا مال مع الأخرى وترك زوجته الأولى فإن عليه هذا الوعيد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من كانت له زوجتان أمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، عقوبة له وإخزاء له أمام الناس في جريمته التي ارتكبها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف تتصرف إذن شيخ صالح هذه الأنثى؟ عليها أن تصبر والاحتساب والبقاء مع أولادها، ولعل الله أن يهديه. اللهم. نعم. إذن ترون أن الاستلطاف، أن المكالمة بالتي هي أحسن، لعلها تعود إلى طبيعتها، الحالة المرضية الأولى كما صبرت في هذه السنين الماضية الطويلة؟ نعم. فإنها تصبر والعاقبة للمتقين. اللهم صل.